هزيمة عرابي واللي حصل ونفي وتشتيت أنصاره والمجموعة اللي كانت حواليه، ده يعني جعل من كتابة أحداث هذه الثورة في إيد من انتصر، يعني كأن أكيد. التاريخ يكتبه المنتصرون فقط. هو هي فعلا المقولة دي هي مقولة سليمة جدا، ولكن يعني همي في معظم شغلي، يعني أنا عملت مجموعة من الكتب، أنا دايما بحب أروح للحادثة وأصحح المتعارف عليها، اللي هي زي ما بيقولوا كده الأسطورة المتكونة في الأدمغة، أنا بحاول أفككها. أنا مش عايزة نمر من الثورة العرابية مرور سريع، لا أنا عايزة نرجع حق أحمد عرابي ونرجع حق رفاقه من خلال ما وجدته من صحيح التاريخ وليس مسموم التاريخ. لا، هو احمد عرابي فعلا يعني برضو في الاخر يعني اللي اتكتب بتاع مصر الحديثه، في اللي كتبه اللورد كرومر، انا قريت يعني على النقيض اللي هي الروايه زي ما بيقولوا كده الروايه الاخرى يعني، ومجموعه روايات، وفي وبرضو ما كتب القليل جدا من اللي اتكتب عنها في وقتها في الجرايد، لان في الاخر وقتها ما كانتش الصحف يعني ما كانتش مزدهره الازدهار اللي هو في التسعينات، او يعني من اللي هي من 1890 لغايه 1900 وحاجات، كان برضو الحاجات قليله جدا وكانت في ايد المستعمر، او معظم الاصدارات وما كانت في كانتش ايد على نفس المستعمر مستوى الانتشار الكبير، بالظبط، يعني كان وكمان التناول طبعات نفسه محدودة. والتناول نفسه كان برضو بسيط خالص. لكن مثلا في محقق عظيم واستاذي يعني استاذ طلع عيسى، كاتب كتاب عظيم جدا اسمه الثوره العربيه، وكان يعني كتبه في السبعينات، برضو من واقع يعني هو اشتغل مع الثورة زي ما انا اشتغلت عليها، بس هو طبعا كان اكثر مني دأبا ومسألة البحث الشديد، هو طبعا يعني كان رحمه الله كان قارئ ناهم طبعا. جدا وبعد صلاح عيسى يعني بيعتبر مؤرخ اجتماعي، يعني بالظبط. هو كاتب صحفي كبير، لكن اللي قدمه من الرؤى الاجتماعية من خلال قراءته الاجتماعية للتاريخ. بالظبط، هو بقى اشتغل بالمنطق ده مع الثورة العربية، فأنا لقيت مثلا إنه لا الـ الـ يعني في شعور قومي كان موجود عند أحمد عرابي وكان عند رفاقه، وهذا الشعور فعلا هو اللي خاف منه الخديقة أو الطبقة اللي هي اللي كانت حاكمة، اللي الحاكمة كانت برضو متأثرة بالمستعمر البريطاني، اللي هو كان وقتها كان بدأ يعني كان مستعمر مصر، بس مش بالاستعمار اللي هو مش الاستعمار العسكري اللي هو جم بقى اللي هو 82، لا اللي هو كان 81، كانت المسألة كان في ديون، وكان في راجل ماسك صندوق الدين، وكانت في أزمة كبيرة جدا في المسألة الاقتصادية في مصر يعني، فكان المستعمر اوريدي موجود، كانت أياديه موجودة، فكان أحمد عرابي يعني فكرة إخماد ثورة بتنمي الشعور الوطني، وطبعا اسباب الاخرى اللي هي منها برضو تغليب العنصر التركي واعطائه مزايا عن اللي هم العنصر كانوا بيسموه المصري عنصر الشركسي في الوقت الشركسي ده. الجركاسي او الشركسي، فدي برضو كانت من مصلحه الطبقه الحاكمه ومن مصلحه المستعمر اللي هو كان مسيطر على الطبقه، ان هو زي ما يقول كده فطسها او يعني يؤيدها في مهدها، فهيؤيدها ازاي؟ وادها في على الارض، وادهى بالنفي، وادهى بالدخول بقى الحقيقي يعني العسكري الحقيقي، وكمان وادهى بالكتابه عنها، لانه احنا بنمحي هذا او بنغير صوره انها ثوره حقيقيه او جزء مثلا، يعني هو برضو صلاح عيسى كان يميل، انا افتكرت يعني جمله لطيفه او تعبير لطيف، ان عرابي صنع نصف ثوره نصف ثورة، نصف ثوره، وهي فعلا نصف ثوره يعني هي ثورة لم تكتمل. بالظبط.